أنا بيتي ب17 تموز، 14000، 3 أمبيرات 42000. والله هواي على الفقير يا أخي، يا شغلة هي العالم تعبانة هالكانة فالسة. النوبة يعني 42 يدفع يعني، وإحنا عائلة تقريبا 4 أوالي بيت واحد، وما يكفينا ثلاثة. لو على 7000 8000 بيها مجال شوية تنبلع يعني، يعني على الحكومة هاي شوية تراعي الفقير، تباوع على نفسها لا ملتهية بأشكالها. يا أخي ما يصير هالشكل يعني، المفروض والله صح حاليا شوية يعني غير ذاك ينبلع، هذا أحسن من أعمى. والله كريم، الله يفرجه إن شاء الله. هو غالي يا أخي غالي يعني، ماكو شيء يعني شيء مناسب ورخيص يناسب المواطن. مواطن هل كان تعبان. 42000 اخذ مني ابو المولده، هي ما سوتش ابو المولده اخويا، هي سوتش الحكومه مالنا، الحكومه مالنا لا تنطيهم جاز. ابو المولده 3000 4000 هو الممنون ياخذ جاز، ما ينطوهم، ما سوتش ابو المولده ترى، سوتش الحكومه مالنا. حكومه قاعده وكل واحد اربع خمس مولدات عندها، ايش تريد؟ تريد انتخبهم؟ والله ابويا ما انتخب. هاي المولده. شو لجنه؟ اللجنة من يوم 20 صدر القرار، من يوم 20 صدر القرار اخويا اللجنة. ترى على ابو المولد يقول لك والله نحن من يوم 20 يجينا الكتاب، يلا صدرناه على ما يجي الكتاب. يا ابو جاي فلوس من والده، يقول اخويا على ما يجي الكتاب. يا اخويا كتاب ايش هذا؟ اي مولده اي حكومه؟ ولا اخويا نحن فقره، والله فقره، والله ما عندي اشتغل، والله العظيم شغل ماكو. والقرآن إيجار بيت، والقرآن هسه تلحق الإيجار للمولدة للمسواق. يا أخويا المولدة تحاكي لأبو المولدة شيخ، يقول لك وين ما تروح اشتكي اشتكي. يعني اتفاقية الحكومة مع المولدات، يعني 14 ولا 16 الأمبير زحمة، كل الزحمة. زين المواطن مين يجيب؟ شغل ماكو، عمل ماكو، مين يجيب المواطن؟ زين ما تعملون لنا شارة يعني؟ هاي شارة المولدات ما ينعمل لها يعني؟ يعني افقر بلد بالعالم عنده كهرب، احنا العراق بلد النفط والخيرات ما عندنا كهرب، الى متى نعاني من هاي المعاناه؟ تروح تشتكي على المحافظه كل شيء ما يعملوا له، وهسه من تروح ما يعني اتفاقيه الحكومه مع المولدات، والعلم عند الله العالم عتبث دعايات انه ثلاث ارباع المولدات انه مع الحكومه. ثلاث ارباع المولدات مع الحكومه. ايه الى متى يعني نعاني من هاي يعني 14 امبير يعني؟ والله غالي يعني، اللي عنده 5-6 امبيرات يعني ايجار بيت هذا يعني مشكله، وشغل ماكو، عمل ماكو، دحق من على التجول، ايش بدنا نعيش؟ هسه على المولده هذه امانه الله ما عندنا امكانيه ندفعها، كلهم الواقفين ما عندهم امكانيه. وقالت الموازنه وحكت الموازنه، ما تقول لي ايش استفادينا من الموازنه؟ يا معود اكو ناس والله عاد تتحصر على بطل الزيت ما عنده، هاي كلها الشباب بطاله عطاله، المناطق القديمه هاي كلها مهجومه هجم ما حد حيعوضها. هنا شغل ماكو، ايجار يرضاد منك مال البيت، مال المولد يرضاد منك، نحن هاي كم يوم بيوم ما طلعنا ايجار الدكان، كل هاي الشباب بطاله عطاله، والله هاي الحكومه باكر امام الله كلها رايح تتحاسب، تيد واحد نزيه بيها ماكو، هاي اللي يجي عبي بجيبه، هاي اللي يجي عبي بجيبه، والله اني 4 امبيرات ساحب، والله بيتي ايجاره 4 امبيرات، زين ويمر علي شهر من الشهور ادينا مال المولده، ايجار دكاني هسه اني ما على طلع. شغلنا واقف، كلهم هسه هذول الواقفين قدامك، الحمال حمال، البيت وإيجار، الدكان وإيجار.